لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين أينما كنتم سادتي الكرام والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أرض الوحي. بداية نرفع العزاء إلى مقام الإمام المعزى الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وللعالم الإسلامي والإنساني لكم العزاء باستشهاد الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعلنا من الماثلين بين يدي الطاعة عند أئمتنا المعصومين، وإن شاء الله نستثمر وإياكم أيها الأحبة مثل هذه المناسبات لأن نتعرف أكثر مليا حول وعن سيرة أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم، لا سيما الجواد هذا الإمام الذي ترك مسيرة من التضحية والفداء والإباء، وأيضا كانت لهذا الإمام سلام الله عليه التجربة مع هذه الصورة التي نعيشها اليوم. عندما ندخل في تفاصيل كثيرة في خضم الحياة نجد أن هنالك الصدام مع الحق دوما، ومسيرة الإمام سلام الله عليه التي ختمها باستشهاده صلوات الله وسلامه عليه كانت هي واحدة من الوقفات التاريخية التي شهدت صراعا بين الحق والباطل، بين مواجهة الباطل بكل أشكاله حتى استشهد سلام الله عليه. إن شاء الله نكون وإياكم من الموالين والماثلين بين أيديهم سلام الله عليهم، ومن هنا من حيث كربلاء المقدسة نوصل العزاء إلى حيث الإمام سلام الله عليه وفي المدينة المنورة، وللمؤمنين الذين اليوم وفي هذه اللحظات المباركة الحزينة يؤدون مراسيم الزيارة، وعلى الصورة التي تعيشها المدينة في هذا العصر وفي المظلومية التي يعيشها الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى مظلوميته في حياته سلام الله عليه، أيضا هو في مثل هذه الأيام يعيش شيعته ومحبيه ومريديه وأتباعه والسائرين على نهجه ذات المظلومية حتى بطبيعة كيف يزوره سلام الله عليه. إذن أيها الأحبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من شيعة أمتنا المعصومين سلام الله عليهم. نذهب إلى فاصل حتى نحط الرحال عند محاورنا ونبدأ مع كربلاء المقدسة، لكن بعد فاصل قصير رافقونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، أجدد لكم العزاء بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. وأول محطة نحط عندها أيها الأحبة في حلقتنا لهذا اليوم كربلاء المقدسة ووفود الزاحفين صوب كربلاء المقدسة، بأجواء نستقبل بها عرفة، وأيضا بليلة مباركة شهدت رحيل مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. بداية ومحورا بحلقتنا لهذا اليوم بالبداية ورحب باسمكم بضيفنا من كربلاء المقدسة الخطيب الحسيني سماحة الشيخ هادي الشيباني، حياكم الله سماحة الشيخ وأعظم الله أجورنا وأجوركم. حياكم الله وأعظم الله لكم الأجر وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل العزاء بنا وبكم وبالمؤمنين بذكرى شهادة المولى الإمام الجواد صلوات الله عليه. حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بحضرتك. بداية ودخولا بالمحور، أهمية أرض كربلاء المقدسة جلية وواضحة مما تعيشه دوما وخصوصا في المناسبات المهمة، لكن بصورة عامة وددنا أن نحط الرحال بداية في بداية البحث، ما هي أهمية أرض كربلاء المقدسة نسبة للروايات التي وردت فيها ذكر لأهمية أرض كربلاء؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المحمود الأحمد والعبد المسدد أبو القاسم أبو الزهراء محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل الله فرج ولده المهدي من آل محمد، وجعلنا وإياكم من المنتفعين ومن الذين يأخذون بثأر الحسين على يده وبيده ومعه وبمعيته. هذا السؤال جدا مهم، ما هي أهمية أرض كربلاء؟ إذا أردنا أن نعرف للناس ما هي أهمية كربلاء، يجب أن نذهب إلى بعدين أو نذهب إلى محورين. المحور الأول في هذه القضية النشأة الأولى، كيف الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرضين وخلق الأودية وخلق الأنهر، وهذه النشأة الأولى لكربلاء متى كانت؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق كربلاء قبل خلق الكعبة أو قبل خلق مكة أو قبل خلق المدينة؟ هناك روايات في هذا الجانب كثير، وهناك النشأة الأخروية، النشأة الثانية، الجنب الأخروية لكربلاء. في الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه سئل يا ابن رسول الله أي أرض خلقها الله سبحانه وتعالى في البدء، فقال الإمام صلوات الله عليه إن الله سبحانه وتعالى خلق أرض كربلاء قبل أن يخلق مكة. فتعجب الذين سألوا الإمام صلوات الله عليه كيف يا ابن رسول الله تقول بأن كربلاء خلقت قبل أن يخلق الله مكة، فقال نعم، إن الله سبحانه وتعالى جل وعلا خلق كربلاء قبل أن يخلق مكة 24,000 عام. الإمام صلوات الله عليه يبين الفترة الزمنية من تلك العوالم، ويبين الأعوام التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها ملاصقة ومرابطة مع كربلاء. فقال خلق الله سبحانه وتعالى كربلاء قبل أن يخلق مكة 24,000 عام، وأول أرض قدست لله سبحانه وتعالى هي أرض كربلاء، فهي الأرض المقدسة التي قدست لله سبحانه وتعالى، فرفع شأنها الله سبحانه وتعالى لأنها أول أرض قدست وقدست لله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام صلوات الله عليه إن الله سبحانه وتعالى فضل الأراضين على بعض، وفضلنا بعضهم على بعض. ثم يقول الإمام صلوات الله عليه وكذلك بأن أول من آمن وأول من قدس لله سبحانه وتعالى هو نهر الفرات فرفع شأنه. وهناك رواية تقول بأن الإمام الباقر صلوات الله عليه حيثما سئل يا ابن رسول الله إذا ذهبنا إلى كربلاء وتوافدنا على قبر الحسين أول شيء ماذا نصنع؟ فقال اغتسل بماء الفرات. فقال ما في نهر الفرات من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ذلك النهر ما الفائدة من الغسل؟ قال من اغتسل بماء الفرات كمن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هناك هذا التقديس له أثر في هذا النهر وفي هذه المياه، وكذلك التقديس لله سبحانه وتعالى بالنسبة للأرض، فرفع الله سبحانه وتعالى تلك الأرض. هذا المحور الأول في هذا السؤال. أما المحور الثاني في السؤال، ورد هناك روايات كثيرة عن الإمام الباقر وكثيرة روايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حيثما سئل الإمام صلوات الله عليه عن بعض الأراضي، وهناك رواية السابق، هذه الرواية طويلة لا محل لها ولكن بأن هناك روايات في الكافي الشريف وفي الوسائل تتحدث عن قضية السابق في الولاية لأهل البيت، وكانت كربلاء سباقة للولاية لأهل البيت، فاختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون محطا لذلك الجثمان الطاهر. هذا جانب. الجانب الآخر بأن هناك روايات تشير بأن كربلاء ترفع يوم ينفخ في الصور، كربلاء تنفخ، كربلاء عفوا ترفع، وورد في الروايات بأنها تزف إلى الجنة كما تزف العروس في ليلة دخلتها. وورد روايات هناك أخرى بأن كربلاء يوم القيامة تكون مسكنا وتكون من أفضل المنازل والمساكن لأولياء الله، وأفضل مسكن لمحمد وآل محمد. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمعت الشيخ، يعني بطيات الكلام الذي تفضلت به يفهم في أنه اختيار الأرض
لمدفن أي من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم يكون بعناية ورعاية إلهية وأيضا ينال ذات القدسية. طبعا أود أن يعني أخذ هذا إلى المحور الآخر، يعني بالمحور الآخر نتحدث عن الإمام محمد الجواد، ويعني لكن تلميحا بضمن ما تفضلت به، يعني هو المظلومية التي يعيشها الإمام محمد الجواد سلام الله عليه في أنه قبره وحال قبره ليس كحال قبور أئمتنا المعصومين، ولا يستطيع المؤمنين أن يزوروه براحة كما هو الحال مع باقي الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. هنا وددت أن تقف حضرتك، هل يوجد شيء من الروايات يتحدث عن قدسية المكان الذي يدفن به المعصوم سلام الله عليه، وبالنتيجة يجب تقديسه وفسح المجال لكل المؤمنين الذين يؤدون زيارة فيه؟ في هذا الجانب في قضية في البقيع وأئمة البقيع، الإمام الجواد صلوات الله عليه بأنه مدفون في بغداد والناس يتوافدون من كل فج عميق لزيارته، وهناك من التقديس والتحميد للإمام صلوات الله عليه، ومهما بني من بناء ومهما بأن رصع بالذهب هذا قليل مع مقام الإمام صلوات الله عليه، ولكن بأن إشارة بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. القاعدة تقول في علم الحكمة وعند المتكلمين المكان بالمكين، المكين مثلا الله سبحانه وتعالى بين يتحدث مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله يقول يا حبيبي يا محمد لولا وجودك في المدينة هذه المدينة ما أخذت رونق. ولذلك هذه الرواية التي بأن ماذا رواية السابق بأن في الروايات الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة وهي ولاية آل محمد صلوات الله عليهم، نرى بأن هذا التقسيم اللي يكون فيه الأئمة صلوات الله عليهم، البعض في سامراء والبعض في بغداد والبعض بأن في البقيع والبعض في كربلاء، القياس في أنه ما تعيشه الأئمة سلام الله عليهم المعصومين في البقيع قياسا فيما يعيشه صاحب الذكرى. نعم، بل بأن هناك مظلومية، لأن هناك تهديم وهناك تجريف، وهذا بأن كل الشعوب الإنسانية تتفق على شيء بأنها تقدس وتعظم العظماء، وهؤلاء عظماء وهؤلاء انتسابهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، والقرآن قال لا أسأل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهؤلاء قربة من النبي صلوات الله عليه، وهؤلاء شملوا بأن بآية التطهير، وهؤلاء شملوا بآية في بيوت أذن الله أن ترفع، فهؤلاء بأن نسبة وانتسابا إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيجب أن تكون قبورهم أفضل ما يكون في الدنيا، أن ترصع في الجواهر وفي الحلي وفي الذهب وفي كل شيء يليق في مقامهم، بأن الإنسانية اتفقت جمعاء على تقديس وتعظيم العظماء وهؤلاء من أعظم العظماء، بأن هناك بعض الكتاب يقولون بأن أول العظام هو النبي صلوات الله عليه وعلى آله قبره وقبر أولاده، يجب أن ماذا أن يأخذ الرونق الذي هم عليه، ولذلك بأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال انظروني كيف تصنعون فيهم، بأن في الذرية الطاهرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله كيف نكون، ولذلك بأن تهديم القبور وهذا بأن موضوع ثاني، وأن تهديم القبور بأن هو نوع من تقليل، أنا عذرا على هذا التعبير بأن تقليل من مراعاة أهل البيت صلوات الله عليه. سمعت الشيخ بناء على اللي تفضلت به في بداية الحديث، إذا ما أردنا أن نتعرف عن على علاقة سيد الشهداء الإمام الحسين بأرض كربلاء، نقرأ في الزيارة الرجبية في أول رجب هناك الزيارة هاي المشهورة التي يزار بها الإمام الحسين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، ثم يجري التسلسل في الزيارة طهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت دفنت بها وطهر حرمك، ثلاثة أشياء. نعم، في علم الاجتماع يقولون بأن هناك الطهارة النفسية وهناك الطهارة البدنية وهناك الطهارة الاجتماعية وهناك الطهارة العائلية، فالإمام الحسين عليه السلام بأنها كلها اجتمعت بالإمام الحسين عليه السلام، ولذلك بأن الإمام الحسين ليس بأن طهارة فقط إلى كربلاء، في يوم من الأيام بأن يذكر في الروايات بأن لما ولد الإمام الحسين عليه السلام روحي له الفدا النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذهب مسرعا إلى بيت السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقال علي بولدي الحسين عليه السلام، ثم السيدة صفية عمة النبي قالت يا رسول الله
أعطينا شيء من الوقت كي نطهر هذا المولود. فالنبي صلوات الله عليه وجهه تغير في الرواية فقال عمة صفية أأنت تطهرين؟ شوف هذا التعجب من النبي صلوات الله عليه وآله، لقد طهره الله من فوق عرشه، بأن الإمام الحسين عليه السلام وأي معصوم صلوات الله عليه، ولكن نجد هذه خاصية في زيارة أول رجب، بأن الإمام الحسين عليه السلام طهر البلاد. البلاد يطلق على كل بلد على هذه المعمورة، ولذلك تقرأ في الزيارة المخصوصة للإمام الحسين: بكم تخرج الأرض أثمارها أو أشجارها، وبكم ينزل الغيث من السماء. بأن الطهارة خرجت من الحسين عليه السلام لينطهر بدن المعصوم، يطهر الأرض وكذلك يطهر المكان الذي هو فيه. ولذلك ورد في الروايات بأن عن الإمام أبو جعفر صلوات الله عليه، عن الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه، الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: مذ أن دفن الحسين بكربلاء جعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وفي بعض الروايات ترعى من ترع الجنة. فلذلك بأن الإمام الحسين عليه السلام بأن كل شيء فيه طاهرة، وذلك تقرأ بأن هناك عالمين، عالم الأصلاب وعالم الأرحام، تقرأ: نتشهد نحن في الزيارة أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. ولذلك الشاعر يقول: هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فلولاهم لم يخلق الله آدم، وما كان زيد في الوجود ولا بكر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدم، وما كان زيد في الوجود ولا بكر، سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، فكل شيء فيه من سرهم سر. سمعت الشيخ يعني المعروف في أنه الأئمة سلام الله عليهم يزارون في مناسباتهم، يعني كل الأئمة ولا سيما صاحب الذكرى، لكن سيد الشهداء الإمام الحسين يزار في كل وقت. اليوم زيارة الإمام ويستطيع الناس أن يذهبوا إلى بغداد ويزوروا الإمام، لكن نجد في كربلاء المقدسة الناس تحج عند الحسين سلام الله عليه في زائرين في كل المناسبات. السؤال: حجم فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في سائر الأيام دون زيارات المخصوصة؟ هناك زيارات مخصوصة للإمام الحسين، مثلا في الزيارة في يوم العاشر، وهناك في يوم عرفة، وهناك في يوم الأربعين زيارة، وهناك في أول رجب، وهناك في ليالي القدر، كثيرة زيارات مخصوصة. ولكن في سائر الأيام بأن الإمام الحسين عليه السلام له زيارات، ومنها زيارة ليلة الجمعة، لأن هذه ليلة الجمعة بأن الإمام الحسين عليه السلام ولد عشية الخميس ليلة الجمعة، فترى بأن المؤمنون يتوافدون إلى كربلاء. سئل الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما لمن أتى لقبر الحسين عليه السلام من الفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال: من زار قبر الحسين عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله سبحانه وتعالى بكل خطوة 100,000 حسنة، ومحى عنه، أو في بعض الألفاظ: وحط عنه ومحى عنه 100,000 سيئة، ورفع له 100,000 درجة. وهناك رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه بأن من زار قبر الحسين عليه السلام وصل رسول الله صلوات الله عليه، كأن قضية إيصال ذلك الرحم، لأن هناك أبوة لرسول الله، أنا وعلي أبواه هذه الأمة. الإمام صلوات الله عليه يقول: من زار قبر الحسين، أو من زار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وصل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ووصلنا. والإمام صلوات الله عليه يقول: كتب الله له 1,000 بيت في الجنة، وأعطاه الله 1,000 بيت في الجنة في كتاب محفوظ، وحرم لحمه على النار. هاي أقل الروايات اللي وردت في زيارة الإمام الحسين. وهناك روايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وعن الإمام الرضا، وعن الإمام الجواد، كل أهل البيت يحثون على زيارة الإمام الحسين. تجد بأن الإمام الصادق روح له الفداء يقول بأن من زار قبر الحسين عارفا بحقه، هناك ألفاظ متعددة، من زار قبر الإمام الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، وفي بعض الروايات من زار قبر الحسين، هاي في سائر الأيام وليس في الأيام المخصوصة.
بأن الأيام المخصوصة لها أجر عند الله سبحانه وتعالى أعظم، لأن فيها قصد وفيها مشقة وفيها عناء. ويقول من زار قبر الحسين كتبه الله في عليين، وهي أعلى رتبة يصل إليها العبد في مقام الله سبحانه وتعالى اختاره أن يكون لمحمد وآل محمد. وهناك رواية بأن عجيبة هذه الرواية، بأن عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن الحسين عن يمين عرش ربه، هذا المقام العظيم الحسين عليه السلام، بأن إن الحسين عن يمين عرش ربه ينظر إلى زواره ويدعو لهم ويلتفت إلى أبيه ويلتفت إلى جده الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويقول يا جد هؤلاء قصدوني من كل مكان فادعوا لهما، فيدعو النبي صلوات الله عليه وعلى آله ويدعو كذلك أمير المؤمنين لزوار الإمام الحسين. وهناك روايات تقول بأن الملائكة تحف بهم. وهناك شيء بأن أريد أن أتحدث وأتطرق إليه، عذرا أأخذ من وقتكم شوية، بأن في يوم من الأيام يدخل على الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما أعتقد ابن سنان، فقال يا ابن رسول الله إن أباك، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول من أنفق. اليوم بعض الناس يأتي من أمريكا، يأتي من ألمانيا، يأتي من كل مكان بأن يأتون إلى الإمام الحسين، والبعض يتحمل العناء في يوم أو يوم نص ويوم ونصف حتى يأتي يصل إلى كربلاء، والبعض أكثر، البعض يأتي من إيران، البعض يأتي من أي بلاد أخرى يأتي إلى كربلاء، وينفق كثير من الأموال. هاي الأموال بأن تضاعف عند الله، لها قيمة عند الله. ذاك ابن سنان يسأل الإمام، قل له يا ابن رسول الله بأن قال أباك من أنفق درهما في الحج، نعم، أعطاه الله سبحانه وتعالى أو كتب الله له عوضا بألف درهم، نعم، أو أعطاه الله سبحانه وتعالى كتب له أجر ألف درهم، فما لمن أنفق درهما في زيارة أو سبيل زيارة الإمام الحسين أو في السير لزيارة الحسين عليه السلام. التفت إليه الإمام صلوات الله عليه قال أعطاه الله سبحانه وتعالى بذلك الدرهم ألف وألف وألف حتى عد عشرة. فالدرهم مع الحسين عليه السلام يضاعفه الله سبحانه وتعالى بعشرة آلاف. البعض يتصور بأن هذا الإنفاق ليس له أجر عند الله، فقط بأنه عندما يأتي إلى الحسين عليه السلام ويلبي ويرمي بنفسه على ذلك الشباك الله سبحانه وتعالى يجعل له. لا، القضية مع الحسين قضية استثنائية، لأن الحسين عليه السلام عظيم عند الله سبحانه وتعالى ومنقطع النظير في العطاء، بأن يقول الإمام صلوات الله عليه الإمام زين العابدين يقول إن أبي الحسين في آخر لحظة، شايف بأن المحبوب ماذا يقدم للحبيب، بأن في آخر لحظة بقت قطرة واحدة في قلب الإمام الحسين عليه السلام، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. في هذه بأن يقول في هذه اللحظات الإمام الحسين جمع شيء من التراب وقال إلهي ما لي سوى روحي ونفسي وبذل النفس لمن أحبك قليل. في أحد الشعراء خمس هذه القضية، قال إذا كان مهر العاشقين كما نرى جبرا أو ذهبا يقدم للحبيب ومالا، فاسمع لصدق النبي مقالا إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. الحسين عليه السلام عظيم، هنيئا لمن يعني تاجر مع الحسين سلام الله عليه أخرويا طبعا، وكل ما لدينا هي المزجات من البضائع أمام سيد التضحيات الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا شاكر حضرتك سماحة الشيخ الخطيب الحسيني سماحة الشيخ هادي الشيباني، شكرا لحضرتك وشكرا لما تفضلت به، وأعظم الله أجوركم. شكرا، أعظم الله لكم الأجر، وأهلا وسهلا وحياكم الله، و المشاهدين حياهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وزيارة الإمام الحسين عليه السلام للمتعطشين من زيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حياكم الله، شكرا، حياكم الله. شكرا جزيلا، شكرا لسماحة الشيخ الشيباني، وضعنا بصورة الفضل والمكانة الكبيرة التي حباها الله تبارك وتعالى، حب الله بها كربلاء المقدسة، مكانة كربلاء المقدسة، فضل كربلاء المقدسة، وأيضا مال الزائر إلى كربلاء. وهذا هو جواب لكل من يرى في مثل هذه الأيام وسائر الأيام، سواء في
المناسبات المهمة أو في سائر الأيام نجد أن المؤمنين يحجون عند سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الجزء التلميحي مما تتعلق وما تناولته الروايات حول فضل زيارة الإمام الحسين ومكانة زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا شيء كبير جدا يتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. وحتى نحط عند رحال أحبتنا الذين هم في هذه اللحظات في المدينة المنورة ونواكب هذه الليلة المباركة من المدينة، لكن بعد فاصل رافقونا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك. أهلا بكم مجددا سادة الكرام والأحبة، أجدد لكم العزاء بهذه الليلة، ليلة استشهاد الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يثبتنا على نهج أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم، كما نوهنا في أول المحور ومع سماحة الشيخ الشيباني، وعندما كنا نتحدث عن العظيم الحسين سلام الله عليه والوافدين نحوه، نقول أن كل المؤمنين الذين أتوا إلى الله تبارك وتعالى من خلال الأبواب التي أراد الله أن يؤتى من خلالها، هم يذهبون إلى أئمتهم المعصومين سلام الله عليهم ويؤدون الزيارة، ومن ثم يباشروا بالعبادات التي نصت عليها النصوص الإلهية والفرائض الإلهية. لذلك في مثل هذه اللحظات الأحبة المؤمنين في المدينة المنورة يذهبوا لزيارة أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم في بقيع الغرقد، وليتذكروا بدل أن يتذكروا مصاب الإمام سلام الله عليه، الإمام محمد الجواد وكذلك سائر الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أيضا يضاف إلى هذه المظلومية التي لطالما على صوت المحبين والمريدين والعارفين بمنزلة أئمتنا سلام الله عليهم في أنه كفى مظلومية لأئمتنا في بقيع الغرقد، ويجب أن تشيد قبورهم كما مشيد قبور أئمتنا المعصومين سائرهم، لكن لا زالت المظلومية، ولا زال المؤمنين عندما يفدوا إلى المدينة المنورة يشاهدوا هذه المظلومية التي تعيشها قبور أئمة البقيع. وإن شاء الله نتحدث في هذا الشأن وما تعيشه المدينة المنورة مع ضيفنا من المدينة، عضو بحثة الحج الدينية لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله، سماحة الشيخ شاكر المعلم. حياكم الله سماحة الشيخ المعلم، وأهلا ومرحبا بكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الليلة وحياكم الله. نعم إن شاء الله زملاء يعودوا الاتصال بسماحة الشيخ المعلم لنعيش وإياكم أجواء المدينة المنورة بلحظات العزاء، بلحظات استشهاد الإمام سلام الله عليه، كيف يعيش المؤمنين. وأيضا يعني كلنا نعلم أنه في مثل هذه الأيام ومصاب الإمام سلام الله عليه أكيدا يذهبوا إلى حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين ليؤدوا الزيارة ويعظموا لهم الأجر في هذا المصاب الجلل. وأيضا يعني جدا جميل أن نأتي إلى الفرائض من خلال الشعائر المقدسة. وعاود ويانا الاتصال سماحة الشيخ شاكر المعلم، عضو بحثة الحج الدينية لمكتب سماحة آية الله العظمى سيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله، حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. السلام
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياكم الله. سماح شيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونبارك لكم هذه اللحظات ونقدم لكم العزاء باستشهاد الإمام سلام الله عليه. وبداية وددنا من حضرتك أن تضعنا بصورة ما تعيشه المدينة المنورة بليلة العزاء، وأيضا المؤمنين الذين يزوروا أئمة البقيع سلام الله عليهم وهم بهذه المظلومية. تفضل سماح الشيخ. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب استشهاد إمامنا وسيدنا ومولانا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة ونحن في المدينة المنورة وبجوار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نعيش هذه اللحظات الحزينة الكئيبة لاستشهاد الإمام. والمؤمنون في المدينة المنورة يمارسون الشعائر زيارة للنبي صلى الله عليه وآله وزيارة إلى أئمة البقيع، ويقدمون التعازي لرسول الله صلى الله عليه وآله ولسيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن في بعثة سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله وأطال الله في بقائه، نمارس هذه الشعائر أيضا ونقوم بإحياء هذه الذكرى. والمؤمنون أيضا يمارسون هذه الشعائر في يسر وعافية ولله الحمد. نعم سمعت الشيخ، وددت يعني أجلت الموضوع إلى أن يعني نتواصل ويا حضرتك ونتحدث عن أجواء الحزن في المدينة المنورة. وددت من حضرتك أن تضعنا بصورة ما تعيشه المدينة في مثل هذه الأيام، مصاب الأئمة سلام الله عليهم ومظلوميتهم تعاد مع صورة البقيع التي هي عليها اليوم، ومظلومية عدم بناء أئمة البقيع سلام الله عليهم، وجوز أغلب الحجيج هم ما شايفين هذه الصورة وما مطلعين على واقع قبور أئمة البقيع سلام الله عليهم، يستذكرون استشهاد الإمام سلام الله عليه الجواد وهم ينظروا إلى حال الأئمة المحصومين في هذه المظلومية. سمعت الشيخ تسمعونه؟ سمعت الشيخ المعلم؟ يبدو انقطع الاتصال ويا سماحة الشيخ شاكر المعلم، وإن شاء الله الأحبة زملاء يعاودوا لنا الاتصال بسماحة الشيخ، ونحب نتعرف على أجواء ما تعيشه المدينة المنورة والمؤمنين اللي يستثمرون هذه اللحظات وهم بجوار الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤدون الزيارة. وقبل أن يدخلوا يعني الأيام المقبلة إن شاء الله سيكونوا بالإحرام، وأيضا تكون هنالك الكثير من الفرائض والمسؤوليات العبادية على عاتقهم. هم يبدأوا بالشعائر الدينية اللي إن شاء الله تكون لهم بابا وبداية للفرائض المقدسة، وإن شاء الله يعني نحاول أن نتعرف أكثر أيضا حول الجهود التي تبذل من قبل هيئة الحج بماذا يقدم للمؤمنين ويرشدوهم في مثل هذه الأيام المباركة في ليلة استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه، أن يعني كيف يؤدون الزيارة وكيف يستثمروا هذه الأيام الحزينة المباركة في أنه تكون باب لأن يتبرع المؤمن، وباعتباره في فريضة كالحج يسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه التوبة. لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي أراد أن نأتي له من خلال الأئمة المحصومين سلام الله عليهم. طبعا أنا أطلب من الزملاء، أطلب من حيدر الركابي يظهر لنا الأرقام وإن شاء الله نستمع لتعازيكم وأيضا الأجواء ما نعيشه جميعا. شكرا لك يا حيدر، إن شاء الله نتواصل وإياكم حول هذه الأجواء التي تعيشها
كربلاء المقدسة، وأيضا إحنا اللي ما توفقنا أن نؤدي الحج في هذا العام، نستثمر هذه الأيام ليلة استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه، وأيضا سائر أيام اللي نستقبل بها العرفة وفضل عرفة. والمؤمن يجب أن يعرف أنه يجب أن يجهز نفسه في أن يقف هذه الوقفة، إن لم تكن في مكة ففي كربلاء بين يدي سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. وكثيرا ما اطلعنا على أن فضل مثول المؤمن بين يدي سيد الشهداء ويؤدي هذا الدعاء الخاص بعرفة، وأيضا زيارة الإمام الحسين بهذه الأيام، أيضا يضاف إلى هذا استثمار مناسبات الأئمة سلام الله عليهم في استشهاد إمام من الأئمة، ونتعرف على شخصية هذا الإمام من خلال عباداتنا، نتعرف على شخصية هذا الإمام بمثولة بين يدي الله. وأيضا عندما يعني نقلب شيئا من الكتب التي تحدثت عن مسيرة أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم، والذين ختموا حياتهم باستشهادهم وقدموا دمائهم من أجل ترسيخ هذه المبادئ وهذه القيم، عندما ننظر لحجم بذلهم ومثولهم وبساطتهم بين يدي الله، وهم يعني يستثمروا وجودهم لأن يمثلوا بين يدي الله في مثل هذه الأيام، خصوصا يوم عرفة وأيام عرفة. إن شاء الله نتعرف أكثر حول أن يكون المؤمن جاهزا ومستعدا في أن يمثل طائعا وتائبا بين يدي الله تبارك وتعالى. نذهب إلى فاصل ونعود رافقونا. أهلا بكم مجددا سادة الكرام والأحبة، أجدد لكم العزاء باستشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. وددنا أن نقف مع سماحة الشيخ شاكر المعلم حول ما تعيشه المدينة، لكن يبدو ما تبقى من الوقت لا يسمح لإعادة نعود الاتصال ونكرر الاتصال بسماحة الشيخ المعلم. حري أن أيها الأحبة أن نتذكر في أنه مثل هذه المناسبات عندما نقف عند يوم وليلة استشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، أن نتصفح قليلا بسيرة أئمتنا المعصومين. مثلا نحن في ليلة استشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، لماذا استشهد الإمام؟ ما هي التركة التي يجب أن نتأملها قليلا؟ ما الذي أضافه الإمام الجواد سلام الله عليه لطبيعة الحياة؟ وما الذي ينبغي أن يأخذه كل مسلم من مسيرة الإمام الجواد سلام الله عليه عندما كان مستعدا لأن يبذل كل شيء من أجل أن يرسخ هذه المبادئ التي خطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأيضا إلى أي مدى مستعد كل شخص منا أن يمتثل للإمام سلام الله عليه صاحب الذكرى في أنه يطبق ما أراده الإمام؟ عندما نتصفح ما قاله الإمام الجواد سلام الله عليه في شؤون الحياة، في شؤون العبد بينه وبين الله، أيضا كيف أسس الإمام الجواد سلام الله عليه إلى أن يكون الإنسان إنسانا مؤمنا ماثلا بين يدي الله بالشكل الذي يجعله بطريق صح ولا يجعله في موقف الخجول بين يدي الله، وهو الكثير من المطبات التي أوضع نفسه بها. ولذلك نستثمر دائما مناسبات استشهاد الأئمة سلام الله عليهم أو كل حدث يذكرنا بالأئمة، نتصفح قليلا هذه المسيرة. عندما نقف عند استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه، ينبغي أن نتصفح الكتب التي تحدثت عن هذا الإمام، كيف كانت حياته، ما هي مسيرته، بالإضافة إلى الشواهد التاريخية اللي تتحدث من الذي قتل وكيف سار الإمام وتفصيلات التاريخية. نحتاج إلى أن
نتعرف على الهدف الذي جاء من أجله الإمام سلام الله عليه، المبادئ التي استشهد من أجلها الإمام سلام الله عليه، القيم التي أعطى من أجلها دماءه المقدسة الإمام، إماما معصوما وجوده رحمة بين كل في عصره كان رحمة وفي ذكره رحمة. لماذا استشهد؟ لماذا لم يبقى إلى يومنا هذا الإمام كسائر الأئمة المعصومين كسائر أصحاب الرسالات؟ أنه حاملا للرسالة، الرسالة أداها بما أبرى به ذمته أمام الله تبارك وتعالى. المتبقي من هذه الرسالة، المتبقي من هذه الشخصية، المتبقي من هذه الحركة التي أنتجت دماء استشهد فيها الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، هي ما بعد استشهاد الإمام. الإمام ترك فينا شخصية تريد أن تطبق ما يريده الله تبارك وتعالى. كيف لنا أن نحيي ذكرى الإمام سلام الله عليه؟ هو من خلال أن نجسد شخصية الإمام فينا، شخصية الإمام من خلال ونحن في أيام العبادة أي العبادة، ونحن في أيام تضحيات الإمام، من خلال أن نكون خير أخوة وخير متبادلين الحياة بيننا وبين الآخرين، وهكذا نستطيع أن نحيي ذكرى أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم، ونحن نتعرف على شخصيتهم ونترك من شخصيتهم أثرا في تعاملاتنا بعموم حياتنا. إن شاء الله أن نوفق وإياكم في أن نحط رحال دوما عند أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم ونتعرف عليهم أكثر. ومن خلال هذا برنامجكم ختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا وإلى الملتقى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.